على فكرة سؤال المقابلة ده سؤال عن محمد رمضان. كويس، شفتي أنا قلبي دليلي إزاي؟ آه قلبك حاسس. يلا أنا بس ما قلتش المقابلة عشان المقابلة النشرة الإخبارية. هاجمت كتير محمد رمضان، لكن بما إنك مذيع محترف لو هتعمل معاه مقابلة أكتر، سؤال هتكون مستني منه إجابته إيه؟ مين اللي بينصحك تعمل كده؟ هل قراراتك بتاخدها من راسك لوحدك، ولا في حد في دايرة حواليك هي اللي بتقول لك تعالى نعمل كده، أو نزل البوست ده، أو نعمل الأغنية دي، أو نعمل كذا؟ يعني زي الواقعة الأخيرة بتاعته اللي هو موضوع حفلة اسكندرية، والصفحات اللي نزلت على السوشيال ميديا بتقول اسكندرية لا ترحب بمحمد رمضان، فطلع بالليل عمل فيديو قال فيها أنا نازل اسكندرية دلوقتي ولوحدي، وحنزل وحشوف بقى مين اللي مش بيحبنيش أو كذا. فأنا سؤالي هنا، مين اللي قالك تعمل كده يا محمد؟ أنت لوحدك قلت أنا حنزل، ولا في حد شرع عليك وقالك انزل عشان توريهم اسكندرية بتحبك قد إيه؟ يعني أنا عايز أعرف قراره نابع من راسه ولا من دايرة مستشارين حواليه بس. أنت حاسس إن هو حواليه ناس بتغرقه؟ ما أقدرش أقول بتغرقه، بس في بعض الأحيان بتزقه في أماكن مش حلو إن هو يروح لها. أنا بقولك رغم إن أنا انتقدت محمد رمضان كتير، بس محمد رمضان صديق، وبقول لك اهو كمان ان محمد رمضان ممثل موهوب جدا ونجم جماهيري جدا ولو كره الكارهون. بس في حاجات ما بتعجبنيش طبيعي، وعلى فكره كل ما بنتقابل انا ومحمد، ودي الحاجه اللي بتعجبني في محمد جدا جدا جدا، انه متصالح مع نفسه. كل ما بيشوفني يقول لي على فكره انا سمعتك الاسبوع اللي فات وانت بتعجبني في كذا وكذا وكذا، وانا مش زعلان منك، ده شغلك وانا بقدره. طب بحكم الصداقه ليه بدل ما تطلع تنتقده في الشاشه ممكن تكلمه في التليفون، ابعت له حاجه على الواتساب؟ صح عندك حق. ليه الكلام ده لو انا بدخلته ولا شو اعلامي؟ انا بشتغل ايه؟ انا شغلتي على المدفع ايه؟ تضرب المدفع؟ لا بس شغلتي على المدفع بررم. اعلامي بررم. بررم يعني كلام على الهوا. لو انا كل اللي اعرفهم هسيب التلفزيون وانزل اكلمهم وانصحهم، انا كده هبقى مصلح اجتماعي مش برنامج مذيع. مش كنت عايز تبقى لايف كوتش؟ لما اسيب بقى الاعلام جات لك الفرصه تبقى لايف كوتش اهو. يا اسماء اصل انا بتضايق لما مذيعين يسالوني السؤال ده. انت مذيعه، ينفع وانت بتساليني دلوقتي السؤال ايا مش انت سالتيني اسئله فيها الغام واسئله قد تبدو انها تقيله شويه وكذا، صح؟ هل جرؤت في اي لحظه ان انا اقول لك انت مالك؟ لا. جرؤت ان انا اقول لك مش من حقك؟ لا. ليه؟ عشان انا عارف ان اللي بيقعد على الكرسي ده له كل الحقوق انه يتكلم في الشأن العام. الحاجة الوحيدة اللي اقولك ستوب مش من حقك يا اسمة تعمليها تتكلمي في حياتي الخاصة، وانا بحترم ده جدا، بس انت قلتلي ده صديق. ما هو ده صديق، ده على فكرة المفروض ده يدعو الحمد لله يعني للاحترام اكتر. ان انا ما بعملش حساب للصداقة ولا للعداوة عند الجلوس على كرسي الاعلام. انا عايز اقولك ان انا اصحابي، في ناس اصحابي زعلوا مني بسبب التلفزيون، لان انا بنسى ان هم اصدقاء على باب الاستوديو. أنا هنا لساني بيقول ما أعتقد أنه الصواب سواء نقداً أو مدحاً.